أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دكتور نزار مدني أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لليابان تأتي انطلاقا من روابط الصداقة المتينة بين البلدين، وتهدف إلى ترسيخ العلاقات وتطويرها. الملك سلمان بن عبد العزيز يقوم بجولة حاليا في عدد من الدول في شرق آسيا، ويرافقه في هذه الجولة عدد من الوزراء المختصين. وفي كل دولة من هذه الدول هناك مجالات محددة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وهذه الدولة، ولذلك يصحبه في كل زيارة الوزراء المختصين الذين يتعاملون أو لهم علاقة بمجال التعاون مع هذه الدولة. ومن ثم فإن هناك الوفد الرسمي الذي يضم الوزراء المرافقين يختلف من دولة إلى دولة باعتبار مجالات التعاون القائمة بين الدولة، بحيث يكون الوزير المختص في مجال معين من مجالات التعاون موجود في خلال هذه الزيارة، وهذا ما تم حتى الآن في الزيارات التي قام بها الملك سلمان إلى الدول في شرق آسيا. وكشف مدني أن رؤية سعودية اليابانية 2030 تهدف إلى إرساء رؤية مشتركة للشراكة بين المملكة واليابان والتعاون معا في تنفيذها لتحقيق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية الوطنية للبلدين. تعود قصة الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى سبتمبر العام الماضي 2016، حينما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لليابان، كان الهدف منها هو بحث فرصة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والهدف الأساسي هو التوصل إلى كل ما من شأنه زيادة التعاون بين المملكة وهذه الدول، سواء اليابان أو الصين أو في دول في العالم الغربي، بهدف ليس فقط تعزيز التعاون الثنائي بين هذه الدول، ولكن أيضا التوصل إلى تحقيق السلام والاستقرار والأمن في العالم.